أثابكم الله. في سؤال الأخير يقول: إذا لبست المرأة فروة زوجها في أثناء الليل طلبا للتخفف مما تعانيه من البرد، فهل في ذلك شيء؟ إذا لبست المرأة فروة زوجها في أثناء الليل طلبا للتخفف مما تعانيه من البرد، فهل في ذلك شيء؟ لا يجوز هذا إلا عند الضرورة، لا يجوز المرأة أن تلبس لباس الرجل إذا في ذلك من التشبه إلا عند الضرورة، إذا لم تجد ما تستدفئ به فإنه لا بأس أن تلبس ما يدفيها ولو كان مما يلبسه الرجل للضرورة. نعم.